اكو عندنا معتمرين لما قلنا لكم لحد يحط لحيته بيد فلاي بغداد، وفلاي بغداد عادت بيان مرتلو قالت رجعنا للخدمه لان الحكومه ما حاسبونا، نتيجتها راح يذبوها على الناقل الجوي الخطوط الجوي العراقيه. معتمرين عاصين صار لهم اكثر ما اعرف كم 16 يمكن حسب الفيديو اللي يقولون، بعثوا بفيديو ان هم باقين بفندق بدون اكل بدون شرب بدون منام ويناشدون الدوله. والسيد محابس التابع للاستاذ هادي العامري، هذه الوزاره اللي لازمها من 2003 لحد الان ما سووا اي شيء او اي اجراء سوى ان الذهاب لتفتيش تواليتات مطار بغداد والقاء اللوم على العامل البنغالي الموجود داخل الحمامات الصحيه. خلينا نشوف الفيديو. جساكم متاخرين واشرف 5 ايام جايز لكم صور 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 لا لا يا اخي الطيران ماكو، خلينا نحكي واقعيين. الطيران ما موجود. صار لنا 16 يوم اليوم. هذه اللي قاعدين هنا بقدم عشرات المرات فوق بالفندق. هذا الفندق. مناشدة مؤنفس؟ اي. عم يتناشد رئيس الوزراء على هالطقاعه هاي المعتمرين العراقيين هنا ضالين بالالاف الفنادق الزباين التعبانه، لا شركه تجيك لا طقاعه تجيك. المن نحكي مسعود شو اسمه هذا الاهيت اللي حج اسمه المسعودي 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 عم يشوف لنا حد شوف لنا طقاعه سوداء نساء كلها نساء كلها نساء كلها نساء كلها نساء جايه عايفه عوائلها. هاي بس العراقي مو هون هنا هذا الفندق وهذا التواليت الموجود مجمعين به كل العراقيين كل العراقيين. هذا حاله هذا حاله. هاي العالم جايه ما تعرف وين تقعد، قاعده بالشارع. هاي حال العالم. هاي المصاعد صار عليها هوسه زي ما اخوك لا يضيق. هذا حملات كلهم قاعدين ناسهم بالسيارات بس الجنط نازل. هاي الحجية ما لقيت لها مكان نايمة على القنفة ماكو مكانات. خلي يشوفون الشعب العراقي، خلي يشوف محمد الشاعر السوداني، خلي يشوف حال العراقيين قاعدين يذلون هنا. هذا خلي يشوفون خلي يشوفونها. يا ريت تنشرون الكل تنشر هاي كلها تنشر مفروض كلها تنشرها. وهذه هنا المشاهد العالم قاعدة بالمشاهد ما عندهم مكان. هاي العالم قاعدة بالسيارات وهذيك المشاهد هناك. طبعا ما عندي تعليق يسعفني غير أن أقول شغلة واحدة، كل المسلمين يذهبون للعمرة وإداء مناسك الحج والعمرة حتى يتركون ذنوبهم ويرجعون مثل ما ولدتهم أمهاتهم، إلا في زمن حكومة الإطار يروح مسلم من العراق يرجع ملحد لأن يكفروا بدينه ويخرجوا عن الملة بسبب 16 يوم نايم بهيك مكان قذر.